خلال الأسبوع الماضي ربما وخلال الأسبوعين الأخيرة تصريحات لرئيس زعيم حزب الله حسن نصر الله حول فلسطين وحول إسرائيل، وهذا تزامن أيضا مع الخطاب الإيراني. لماذا هذا التزامن ولماذا هذا الاهتمام مجددا؟ شوف، معروف أيضا أن حزب الله هو بات واضحا وخصوصا بعد أن دخل سوريا هو أداة من أدوات النفوذ الإقليمي لإيران. وقلت أنه استعمال موضوع اسم فلسطين كقضية عادلة هو مطلوب لإحداث حالة تضليل فيما يتعلق بالأهداف الحقيقية لسياسات إيران في المنطقة. ولكن سياسات إيران كانت واضحة في هذا الوقت، خصوصا وهي تتجلى في العراق الذي خاضت حربا طائفية فيه، دمرت البلد على رؤوس أصحابها وعلى رؤوس المدنيين، وكذلك في سوريا وكذلك في اليمن. لذلك نحن كفلسطينيين أيضا، غير أننا ندرك أن إيران لم تقدم شيئا حقيقيا للشعب الفلسطيني، سوى أنها حاولت أن تساعد جهات فلسطينية لشراء ولاها، ولتكون هذه الجهات بصراحة جزءا من منظومة النفوذ الإيراني. نحن كفلسطينيين لا يمكننا أن نعزل أيضا الموضوع الفلسطيني عن السياسات التي تنتهجها إيران في العالم العربي، لأنه إحنا القضية نحن أمة واحدة، هذه حقيقة. وما إذا ضعفت أي دولة عربية هذا ينعكس ضعفا على الفلسطينيين. لذلك إيران تحت يعني أعظم الكلمات وأعظم الشعارات تخوض حرب طائفية يترتب عليها تقويض مجتمعات، يترتب عليها شيء أقرب إلى الحرب الأهلية. إذا رأينا العراق مثلا، الحكومة لا تستطيع من أمرها شيئا، والنفوذ الإيراني بلغ حد أنه إيران ربما تعتدي مثلا على نفط العراق في منطقة حدودية ولا تراجعها الحكومة، أو أن في الوقت الأخير يعني مصفات بترول تنقل إلى إيران، أو جامعة الموصل أخيرا تأخذ أشياء إلى إيران. هذا الذي يحصل شيء بالفعل غريب، يعبر عن نوع العلاقة اللي قائمة على الانحدار في المعركة إلى حد طائفي. ونحن من المؤمنين أن العرب الآن لديهم عدوين، إسرائيل كدولة احتلال وإيران، حتى لو ادعت أنها في مواجهة إسرائيل هذا خداع. لكن في إيران، محمد نحن نتحدث عن النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني، ويجب أن نفرق بين هذين الطرفين. أيضا أبقى معك أستاذ محمد، وأنت أشرت إلى قضية أن إيران تدعم طرف في الداخل الفلسطيني وتتجاهل طرف آخر أو ضد الطرف الآخر. هل من صالح إيران أو ومشروع الإيراني استمرار الانقسام وربما عدم التوافق في الداخل الفلسطيني بين التيارات الفلسطينية؟ طبعا استمرار الانقسام يعني أن تستطيع إيران أن تستفرد بطرف لتقيم معه علاقة على أساس أنا أدعمك وأنت تكون جزء من نفوذي في المنطقة، النفوذ الإقليمي. لاحظ أن إيران حاربت العرب بالعرب، وهذا أمر للأسف مر علينا ولم ننتبه له كفاية حتى قوضت بلدان بأكملها. لذلك طبعا الانقسام يخدم إيران أكبر خدمة، ونحن من المؤمنين أن هذا الانقسام يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن للم البيت الفلسطيني. وأعتقد أن العالم العربي، دولة مثل السعودية ومصر وكثير من الأشقاء العرب، نأمل أن يعني يساعدوا في حسم هذا الأمر بما يؤدي حال حصول المصالحة التي يجب أن تضم كل الأطراف الفلسطينية إلى التسييج على الفلسطينيين وحمايتهم من أي تهديد دولي يعني من حكومات الغرب، وهذا شيء مهم.